وتعالوا بقى ايه نبدأ ان احنا نشتغل في الكيك بتاعنا. تعالوا نقول مقادير الكيك التايجر عندنا. محتاجين لكيك التايجر 3 بيضات، وعندي 3 ارباع كوبايات دي الا ربع، 3 بيضات، بيكنج باودر، معلقه صغيره من الفانيليا، وكوبايه ونص من اللبن، وكوبايه ونص من السكر، واربع معالق من الكاكاو الخام، وعندي نص كوبايه من الزبده ونص كوبايه من الزيت، ومعلقتين كبار من الخل، ورشه ملح. هقول تاني المقادير. عندي 3 كوبايات الا ربع من الدقيق، وعندي 3 بيضات وبيكنج باودر، ومعلقه صغيره من الفانيليا، ونص كوبايه ونص سوري من اللبن، وكوبايه ونص من السكر، واربع معالق كبار من الكاكاو الخام، تمام. وعندي نص كوبايه من الزبده ونص كوبايه من الزيت، وينفع تخلوا الكوبايه كامله زبده او زيت، يعني مفيش مشكله تخلوا الكوبايه كامله من الزبده او الزيت. خلاص، يبقى تعالوا كده ومعلقتين الخل كمحسن ورشه ملح. تعالوا بقى نبدا ان احنا نشتغل فيها. تمام، انا بس ايه الصينيه لسه طالعه فسخنه فخليها كده على جنب، وتعالوا نشتغل في الكيك عندنا. تابعني في الوقت بقى. هنحط كده 3 بيضات، كوبايه ونص من السكر، والفانيليا، وهنضرب كل ده لحد ما يبقى فومي خالص. خلاص، عندي هنا السوائل اللي انا هحطها بعد ما البيض هيبقى زي الفوم، الزبده والزيت واللبن. كوبايه الزيت والزبده اللي على بعض دول ينفع نخليهم كوبايه زيت بس، ينفع نخليهم كوبايه زبده بس، انا عامله الاثنين عشان اخد طعم الزبده والقوام الحلو الهش بتاع الزيت ده. خلاص، طيب، وعندي 3 ارباع كوبايه من الدقيق احط عليها البيكنج باودر ورشه الملح، وهقلبهم مع بعض، مش هحط الكاكاو دلوقتي خالص. خلاص، عندي معلقتين خل هحطهم على البيض والسكر كمحسن، وهتشيل لي اي زفاره موجوده في البيض. هضرب بقى كل ده. هبدا احط اللبن بالتدريج. الزيت، نص كوبايه الزيت، نص كوبايه الزبده، هبدأ أجيب 3 أرباع كوباية إلا ربع من الزيت. هبدأ كده إيه أشيل ده، دي مقدار نص، بحط 5 وأحط ربع بعد كده. يبقى إحنا كده خلطنا البيض والسكر، تمام، وبعد كده حطينا اللبن والزيت، تمام، وضربناهم مع بعض، ودلوقتي بنحط الدقيق. دول تمام كده هيبقوا الا ربع بالظبط، مظبوط كده، تمام. هنبدا بقى نخلط كل الكلام ده كده مع بعض. عايزه شويه لبن بعد اذنك. احنا وقتنا ايه يا جماعه بعد اذنك؟
كده خلصنا الكيك بتاعنا خلاص، دي مش محتاجينها كده. هبدا اجيب الخليط بتاعي، اديله تقليبه بسباتولا كده كويس قوي، اتاكد ان هو ما فيهوش اي تكتلات دقيق خالص، ولا تحت ولا في الجناب ولا اي حاجه، اتاكد كده ان كله مظبوط تمام. خلاص هاخد نص المقدار ده هحطه في بوله تانية، نص المقدار ده هحطه في بوله تانية خلاص، والنص التاني هسيبه هنا، نص هسيبه ابيض والنص هحط عليه الكاكاو، وهبدا اقلب كده بالشكل ده، ولو لقيته القوام تقل قوي هتحطوا له معلقه لبن عشان تسووا بيها شويه الكاكاو اللي انتوا تقلتوا بيها القوام. تمام اهو هنشوف كده، حط الكاكاو اهو، اقوم ايه حاطه له بس معلقتين لبن كده ايه مسيله بيهم القوام عشان ما يبقاش تقيل، يبقى نفس قوام الفانيليا الشكل ده كده اهو. خلاص بقى عندي نص الخليط شوكولاته بالشكل ده ونصه فانيليا تمام اهو، تمام قوي كده. تعالوا بقى ايه، عندي صينيه اكون مبطناها بشويه سمنه او زبده ومعفراها بالدقيق ومنفضه الدقيق الزياده اهو بالشكل ده كده. نبدا بقى ايه نجيب، بصوا المعالق المعياريه اللي هي الربع كوبايه، اي حاجه اللي انتوا عايزينه. هبدا ان انا اجيب كده، ممكن بقى الولاد تساعدكم في الموضوع ده، يعني الجزء ده ممتع شويه. هحط واحده من الفانيليا بقى جنبي طبق كده بفضي فيه، بحط فيه بعد ما اخلص، وعليها الشوكولاته فانيليا شوكولاته اهو، بصوا الشكل ده، بقوم ايه رافعه اهو، بفضل اعمل الطبقات كده لحد ما بخلص كل الكميه اللي عندي اهو، كل الطبقات دي بتديني شكل في الاخر التايجر اللي انا عايزاه اهو، وكل ما تورب مني كده اقوم ايه مظبطاها في النص تاني، يعني كل ما تورب منه اهي اقوم ظبطاها في النص تاني اهو، بفضل فانيليا شوكولاته لحد ما بخلص الكميه كلها بتاعه الكيك اهي الشكل ده، وهكذا. بصوا كل مدى بتفرش وبتعمل عندي طبقات اهو، حط كده وهكذا لحد ما اخلص كل الكميه اللي عندي الشكل ده. خلي واحدة للفانيليا وواحدة للشوكولاتة عشان ما احطهمش على بعض وكله يدخل مع بعض اهو، واحدة كده وواحدة كده وهكذا، خلص كل الكمية. بتلاقوا كل مدى فرشت بقت مدياني شكل التايجر اكتر، ولو وربت مني اقوم ايه مظبطاها كده في النص زي ما انا بعمل، مدياني الشكل بتاع التايجر خالص اهو. طبعا كل ما زودتوا الطبقات كل ما هتلاقوا الشكل بتاع التايجر واضح معاكوا اكتر، بصوا الطبقة بتزق اللي تحتيها بتفرش بقى اهو. ممكن بقى تتسلوا انتوا والولاد كده تعملوها مع بعض اللي انتوا عايزينه اهو كده، كل واحدة كده بتزق اللي تحتيها فتديني الطبقة اللي انا عايزاها. معلقة اللبن اللي احنا حطيناها
يعني ظبطنا بيها مقدار الكاكاو اللي احنا حاطينه. الشكل ده كده وهكذا. انا عايزه اوريكم كل مدى انا قاعده شغاله، عشان عايزه اوريكم في الاخر كل مدى بتبان لحد ما بخلص كل المقدار اللي عندي. كده نبص بص على الفرن كده هني اهو كده اهو، نوسطن كده ايدينا وهتطلع تحفه. طبعا ممكن ما تعملوش كم الطبقات دي، انا بقول لكم انا بحب اعملها طبقات، لان كل ما بزود الطبقات كل ما ايه ما بتظبط معايا، وكل ما تورب كده اقوم عاملاها كده ايه جايبه الدايره دي في النص عشان اظبط عليها. اهو بالشكل ده. اهو كده. طول ما انتوا شغالين هتلاقوها ايه وربت منكم شويه، بقت في الجنب بقت كده، لا بنظبطها على طول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلينا الاثنين نفس القوام بمعلقه اللبن اللي حطيناه. خلصنا، انا بس ايه بوريكو، عايزه اوريكو لما الصينيه يعني قربت تكمل بقت الشكل عامل ازاي. كل مدى بتزق اللي تحتيها وهكذا لحد ما اخلص كل الصينيه عندي بنفس التشكيل ده اللي انتوا شايفينه. خلاص بعد ما بخلص كل الكميه دي بجيب اهو، بجيب اي مثلا خله اسنان، خله شيش طاووق، سكينه، ظهر معلقه، وعامله كده ومدخلاها الفرن. خلاص بعد ما بتستوي طبعا الطاجن لسه ما استواش بتاع الرز، بعد ما بتستوي بقوم مطلعاها كده ومقدماها، تطلع بقى من جوه كلها زي التايجر كده. تمام اهي، تطلع كيك رهيب من جوه كلها زي التايجر كده من الطبقات اللي من جواها، وحلوه جدا وسهله، الولاد بتحبها قوي، بتحب الشكل اللي موجود فيها. ممكن تعملوا عليها جناش شوكولاته لو انتوا حابين، براحتكم خالص. طبعا احنا جراتيه البطاطس بقى رهيب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.